أنا ما نكذبش على التوانسة، وكنت صريح كي جيت في 2016، حطينا أولوية في المرحلة القادمة هي مكافحة التضخم والتخفيف في الأسعار. شوف الإضراب حق دستوري. البارح كان بحضي رئيس حكومة كوريا يحكي لي في كوريا يخدموا 52 ساعة في الأسبوع، اخدم من بعد الدولة تعطيك. احنا مش عنا فلوس وما نحبوش نعطيهم. أنا كان جيت الأمور بيدي راني نعطي للناس كل مالك البلاد كان الشعبوية هذه. ثم حكومة تخدم في اللوبيات تخصص 750 مليار لعائلة المعوزة. دخلت عليها بالسؤالات الصعبة، أنت في بالنا بيك تاع التمويل البريطاني، توجبت عليك الحكاية هذه. يرقى 590 مليار ولا قداش قلت 600 مليار يجيبهم لي. حكومة النهضة ولا النهضة مش أنا جبتها للحكم. النهضة جايبها الصندوق. شنو تحب تقول؟ معناها أنا متاع النهضة؟ مش صحيح. أنا أنتمي للعائلة الديمقراطية الوطنية التقدمية أبا عن جد. أنا خالي حسيب بن عمار يعني مدير الحزب الدستوري وقت اللي كان الحزب حزب. النهضة جابها رئيس الجمهورية التي في قرطاج. علاقتي ما توترتش مع رئيس الجمهورية. بعد الخطاب هذاك علاقتي تغيرت مع رئيس الجمهورية. سبب أنه سيد هذا يقول دمر الحزب ويحب يتصرف في الدولة وكأني ملك خاص، وأنا هذا نرفضه. أنا هو النداء اللي تحكي عليه، النداء اللي نظلت فيه. هنا القيادة الحالية ما تمثلش، هناك مجموعة من الأشخاص تتصرف في باتين ده. توجدت عليك أنت باش تصير مؤتمر تيتي خرفت أمي سيسي. يعني الأمر هذا ما يغرينيش ومنيش خم فيه، ولكن هذيك البلاد لازم نعمل، يلزم نقفولها.